المؤتمر يتناول اليوم موضوع الطلاق وإشكالياته القانونية من حضانة زيارة، ونحن في تونس نقوله والاستصحاب. اليوم باش نقدم من المقاربة التونسية في هذا الموضوع من الطلاق. نحن خاطر في تونس نختلف عن القانون المصري، لأنه نحن في الجلسات الصلحية، منذ الجلسة الصلحية الأولى القاضي الأسرة يأخذ قرارات فورية متأكدة بالحضانة والزيارة، نفقة الزوجة والأبناء القصر والسكنة الحاضنة، وهي قرارات فورية تتنفذ حينياً قبل أن يصل إلى الجلسة الحكمية منذ الجلسة الصلحية الأولى. الحقيقة النهاردة المؤتمر جاي في وقته، يعني خلينا نوسع العنوان. العنوان يمكن واخد إشكالية الطلاق، وهيبقى في مقارنة بعض الدول العربية متقدمة عننا في القوانين، هيتكلم حوالين هذه المقارنة، حوالين ما نتطلبه بالنسبة لهذه الإشكالية وما يترتب عليها. وبالذات احنا عارفين ان في الفترة الأخيرة نسب الطلاق عالية جدا، وطبعا احنا عارفين ان طلاق معناه، خلينا واضحين، تفكك أسري، ومعناه أنه بيجي على حساب الأطفال، وده يمكن العنصر الهام جدا. زكاة الأسرة خلية لبناء هذا المجتمع، فالتفكك غير مطلوب، وإنك يعني تقنين هذا الطلاق ده بيساعد على أنه يبقى فيه الحقوق، نعطي الحق للمرأة والحق للرجل والحق للأطفال. أما عن هذه الفعالية فهي بالغة الأهمية، لأن هي بتتناول بالدراسة والتحليل مشكلة بالغة الصعوبة. احنا دايما عندنا تابوهات كده، ما بنقدرش ان احنا كل ما نيجي نتكلم في موضوع يحصل فيه مشكلة. احنا النهاردة في جامعة القاهرة وبصورة علمية كبيرة، والنهاردة كمان بنستعرض تجارب دول عربية وإسلامية زي المغرب العربي، زي دولة المغرب وتونس والأردن ولبنان. وده مهم لتبادل الخبرات. طبعا 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 طبعا، لأنه النهاردة فوضى الطلاق في الحقيقة، في أو الإشكاليات التي تنشأ عن قانون الأحوال الشخصية، لها تأثير مدمر على المجتمع، ولا بد أن يوجد لها حل. يعني ظاهرة أطفال الشوارع جزء كبير جدا، جزءها الكبير الأهم هي مشكلة ناتجة عن تأثيرات الطلاق أو فوضى الطلاق. أيضا تسرب التلاميذ من التعليم أو الأطفال من التعليم، ده أيضا يؤدي إلى هذه المشكلة. لكن أنت تخيلي أن يتزوج شخص ثم بعد ذلك يطلق، ثم يصبح رب الأسرة طفل عنده 6-7-8 سنين، يعني في الحقيقة طبعا طبعا، في حين أن النهاردة الزواج والطلاق مباحان، يعني ليس فرضا، يعني ممكن واحد يقعد ما يتجوزش، والشرع بيقول أن اللي يتجوز ده لازم يكون قادر، ولذلك اللي يطلق لازم يكون قادر. يعني النهاردة على أساس أنه ضال لا يضيع هؤلاء الأطفال ويضيع المجتمع بالتبعية. نحن نريد شجاعة في الطرح، ونحن نريد شجاعة في اتخاذ القرار. إذا كان اللي يقولك أصلا ما تتجوزيش أو ما تتطلقيش مش حرام، يبقى النهاردة لما يجي نقيد الزواج والطلاق بإجراءات تحفظ للأسرة قيمتها وقوتها، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ إذن النهاردة نحن نحتاج أن يكون لدينا شجاعة النقاش، شجاعة الاختلاف، شجاعة الوصول إلى حلول غير تقليدية. أما حالة الجمود التي يريد البعض أن تعيش أو يعيش فيها المجتمع، هذه حالة أعتقد أنها لا يمكن أن تستمر. اتضح بدراستي ان نسبة كبيرة تصل الى حوالي 60% من اطفال الشوارع، العامل الاساسي في وصولهم الى الشارع هو الطلاق وتعدد الزوجات. ليه؟ في كتير من الاحوال، هي غالبية المشاكل في القانون الاحوال الشخصية بتحصل بعد الطلاق. عادة الطلاق عندنا نادرا ما بيتم، خصوصا في الطبقات المتوسطة وأقل متوسطة، بنوع من الاتفاق والتراضي والقبول بين الطرفين، فده ما بيحصلش.